لماذا تجسد المسيح؟ البعض يقول لك عشان يخلصنا. طب ليه ما نزلش من السماء وراح للصليب على طول؟ قال عنه في عبرانيين 2:17: من ثم كان ينبغي أن يشبه إخوته في كل شيء. يعني هل تتخيل أن المسيح جرب كل ما يمر به المؤمنين؟ الأمور المادية جربها، فيوم من الأيام قال عنه الكتاب: افتقر وهو الغني ولم يجد درهمين يدفع الضريبة اللي عليه. جرب الآلام النفسية، نعم، في بستان جثيماني قال: نفسي حزينة جدا حتى الموت. هل جرب الهجر والخذلان من الأحباء؟ نعم، عندما هرب التلاميذ من حوله عند الصليب وقال: آكل خبز رافع علي عقل. المسيح جرب كل شيء. عشان كده بقول لأحباء المشاهدين: اوعى الشيطان يضحك عليك بالكذبة ديت أن الرب مش حاسس بيك. قال عنه الكتاب: فيما تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين.